الاخوات صباح الحريه. البلاد في وضع صعيب، البلاد في وضع حرج، تونس في خطر، الحريه في خطر، قوت الشعب في خطر، البلاد في وضع متردي ومتعفن على جميع الأصعدة دون شك. احنا واقفين هنا اليوم في يوم تاع غضب. غضب علاش؟ لأن واحد من مناضلي حزب العمال ابن الجهة محمد وليد الزايدي من أجل تدوينه مكتبهاش وزعها تدين النظام والمهزلة الانتخابية القادمة. عملوا له قضية سيبوه ولكن منذ ماي في السجن. احنا نعتقد أنه هذا النظام رغم الشعارات اللي هازها نهار 25 جويلية قال ما نرجعوش للوراء، لكن رجع بتونس لأكثر من عصر البيات. ما عادش ثم جمهورية، ما عادش ثم مساواة حقيقية لا بين الجهات ولا بين الناس. الإغلاء زاد، الفقر زاد، البطالة زادت، التهميش زاد والأكثر من ذلك. الحرية، المكسب بتاع الحرية، الحريات الفردية والأساسية اللي حققوا الشعب التونسي. آخر واحد نجم يتكلم على الحرية وعلى الثورة هو قيس سعيد وبطالتهم. هذا شخص وأشخاص اللي يحكموا اليوم لا أحد فيهم لا كان نقابي، لا كان في حقوق الإنسان، لا كان في المجال الثقافي، كان في العروقة بتاع النظام، كان يقري جماعة بن علي في مجلس النواب، الزعب البلاد قال قاوموا الفساد مش صحيح، تم عملية انتقامية وتصفية حسابات، قال باش نحاسبوا النهضة مش صحيح، تم التصفية تاع حسابات. اليوم البلاد في وضع مخطر، وأهم حاجة الحرية مش لينا نحن فقط، الحرية لشعب تونس، للبطال باش نجي نتكلم على الخدمة، للناس اللي كلاها الغلاء باش تجي تتكلم على الغلاء، لا ويضحكوا خلص لها الديون، عملاء بيوعة، لأنه من المفروض يوقع اما تعليق خلاص الديون او طلب امهال. ما جابش يخلص في الديون والفرينه ما ثمش، السميد ما ثمش، قهوه ما ثمش، تاي ما ثمش، دواء ما ثمش. هذا نظام بشع على جميع الاصعده. ولذلك انا سمعت واحد من الشعارات انه العزيمه من الحديد. هو يعرف والناس تعرف انه بالنسبه لحزب العمال هذا الحزب في اخر واحد فيه قده في ظروف القمع. احنا ما استنيناش الشعب التونسي باش نمارسوا حقنا في التنظيم. خرجنا من هجوم بن علي وخرجنا من هجوم بورقيبه ومواصلون. ولذلك احنا نعتقد ان الحريه والديمقراطيه تتطلب تضافر جهود. احنا ندعو كل القوى الديمقراطيه والتقدميه من اجل ائتلاف مدني واسع اولا وقبل كل شيء، من اجل اسقاط هذا المرسوم يحب يخوف الناس. مناش خايفين بوجوه المكشوفه. نعم هذا نظام دكتاتوري وبشع، واللي ما عملوش بن علي ما عملتوش النهضه ما عملوش بورقيبه، قيس سعيد اخطروا الاشخاص واخطر انواع الحكم هم الجبناء. وقت اللي يفيد بالحكم يعفصوا على الناس، يلبسوا الناس، يكسروا الناس، يدمروا الناس، جهات باكملها، مناطق باكملها. اليوم وضع مخطر. احنا ندعو الى التكتل حول حد ادنى ديمقراطي وتقدمي. خلاص تونس ماهوش مربوط فقط اما مع نهضه او مع تساتا، مربوط بالشعب التونسي وبمشروع ديمقراطي تقدمي يضمن الحريه للناس، يضمن المساواه بين الجهات، يضمن التنميه العادله، يضمن السياده الوطنيه. واختم ماكم شفتوا قيس سعيد قبل وقتاش تكلم في الانتخابات قال لك الخيانه تطبيع. هي يا بتاع التطبيع، وين قانون تجريم التطبيع؟ لانه قيس سعيد يخاف واحد من المستشارين وخبراء العدو الصهيوني نتنياهو قال له تكلم وسب، اما القانون لا. هذاك علاش هذا النظام يتطلب وحده شعبيه، بطال وفلاح واحزاب ومنظمات التقدميه والديمقراطيه. اذا بدنا نلعبوا طريقه اخرى، تونس اخرى ممكنه وممكنه بالنضال. وانا نقول هيك ماناش خايفين، هاو نتكلموا نساء اولاد رجال لوجوه عاية لهنا وفي بلاصات بلايص اخرى. اليوم صحفيين في السجون، القضاء نفسه اللي ما عملوش بن علي عمله هو. بن علي كان عامل محكمه يعمل فيها زود قضاة، حاجته محمد همامي ولا بفلان يبعثوا له. توا كل القضاء محكومه ومدججه.
ما فماش جمهورية، ما فيهاش قضاء على المستقل، ما فيهاش سلطة نيابية حقيقية. اليوم كلمة السلطة لحاها بالدستور والقانون، هذا مطلب الأساسي اللي نعرفوهم سونيا الدحماني وبوغلاب وغيرهم. احنا مع الحرية، تختلفوا مع الناس ولكن علمتها الدنيا أنو الدافع على الناس هذيك اخرجوا لبرا تو اختلفوا مع عبي وموسي ومع غيرها. لكن اليوم سماء استبداد زحف، واذا كان توا مازال ما كشرش على الانياب كما يجب، ربما بعد المهزة الانتخابية تو تشوفوا الوجه الاكثر بشاعة نتاع النظام هذا اللي حضر الى مزيد التفكير، الى مزيد العودة بتونس الى مربع قديم. لكن ما ينجمش ما ينجمش هذا الهدوء مغشوش والسكات هذا يخفي حاجة أخرى، يخفي حاجة أخرى. أما اللي قالوا قيس سعيد وشعبه خاين يكون من لا التاريخ ولا يعرفوا المحركات بتاع الصراع الطبقي في تونس في 2010. الناس كل الأغلبية يقول لك الجبل اللي يتلاحى عليه ما يتلاحاش، أما كانت تحت الرماد ثم نار تشعل. واليوم اللي تحاكموا بالمرسوم هذا تاع وليد الزايد اللي تحاكم به مئات الناس في قفصه في اكثر من مناطق حاكمين وما نعرفوهمش، احنا مع اللي نعرفوهم وما نعرفوهمش مع الحريه. ختاما النصر ما ينجم يكون كان الشعب التونسي، وهذا باش تعرفوه خايف عامل في دستوره لا يتحاسب تو ولا يتحاسب بعد، ستحاسبون كما تحاسبوا غيركم باش تتحاسبوا. وشكرا. حريات، حريات، دولة البوليس وفات، حريات، حريات، لا قضاء التعليمات، حريات، حريات، لا قضاء.